طيب، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هناخد اخر محاضره في الجزء بتاع الكنترول ديزاين. هو احنا من ساعه ما بدانا الجزء بتاعنا في اخر جزء في المنهج اللي هو الجزء بتاع الكنترول، فاحنا كل اللي بنعمله ان احنا بناخد الطريقه الرياضيه اللي بندرس بيها ازاي اعمل ديزاين لكنترول، وفهمنا يعني ايه الفكره من ان انا اعمل كنترولر للبلانت. فهمنا يعني ايه اعمل كنترولر لبلانت، ان انا عندي بلانت له ايكويشنز معينه بتوصفه، بيتخليه مثلا يعمل يبقى سكند اوردر، يبقى فيرست اوردر، سكند اوردر بانواعه المختلفه، وبعدين انا بركب له كنترولر علشان يتصرف بطريقه انسب للابلكيشن بتاعي. تمام، وقلنا ان الطريقه اللي الناس بتتعامل بيها في الديزاين بتاع الكنترولرز هي ان احنا نروح للاس دومين، بان احنا نعمل لابلاس، وفي الاس دومين الايكويشنز تبقى اسهل والتعامل مع الحاجات بيبقى افضل رياضيا يعني. وبعدين خدنا اكزامبلز لابلاس، ازاي اتعامل مع لابلاس، ازاي اعمل انفرس ترانسفورم، وازاي لو عندي انبوت اشوف الاوتبوت شكله يبقى عامل ازاي. خدنا شويه اكزامبلز تمرين يعني، والاكزامبلز اللي خدناها كانت كلها بتلف حوالين الايكويشنز، الديفرنشال ايكويشنز، فيرست اوردر، سكند اوردر، والترانسفورمز بتاعتهم في لابلاس بشكلها عامل ازاي. وخدنا اكزامبل او اكتر من اكزامبل لما يبقى عندي كنترولر ازاي بدخله معايا في حساباتي. ان احنا قلنا ان انا في عندي حاجه اسمها السيريز سيستمز او الكاسكيدد سيستمز، كل واحد فيهم بيبقى له ترانسفير فانكشن، فالترانسفير فانكشن بتاعت الاوفر اول بتبقى حاصل الضرب. ف في سياق الكنترول ديزاين اللي احنا بنتكلم فيه، السيريز السيستمز السيريز دي بيبقى واحد منهم هو البلانت والتاني بيكون هو كنترولر. فبرضه خدنا اكزامبل على ده. وبعدين اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت لو عندي فيدباك، الفيدباك ده هياثر ازاي على السيستم. لو عندي فيدباك فساعتها الاوفرول سيستم في وجود الفيدباك بيطلع له ترانسفير فانكشن برضه بدلاله الكومبوننتس اللي جوه السيستم ده. تمام، فده كده ملخص سريع للي قلناه في الاربع محاضرات اللي فاتت. النهارده هتكلم على الكنترولر ديزاين، يعني البلوكه بتاعت الكنترولر دي اعملها ازاي علشان تحقق لي اهداف معينه. تمام، برضو كل كلامي على السيستمز البسيطه قوي اللي هي فيرست اوردر او سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن. تمام، حد عنده اي سؤال لحد هنا في المنهج؟ بالمناسبه هو المحاضره دي اخر محاضره في جزء الكنترول، بعد كده يتبقى لنا محاضره هتنزل لكم اونلاين ان شاء الله، كانت بدل المحاضره اللي اتلغت في بسبب المطر. المحاضره اللي فاضله دي هتكون على الانالوج تو ديجيتال كونفرتر والديجيتال تو انالوج كونفرتر، محاضره سهله جدا، مجرد بس هعرفكم يعني ايه الاي دي سي والداك، وان انا بتعامل معاهم برضو بحسب لهم الايرور بتاعهم وايه السبيسيفيكيشنز بتاعتهم علشان يشتغلوا معايا في السيستم زي ما انا عايز. فهي محاضرة سهلة، واللي هيجي منها في الامتحان هيكون مسألة أو اتنين هديكم في المحاضرة واحدة زيهم، يعني هديكم مسألتين في المحاضرة هيجي زيهم في الامتحان. فهي محاضرة سهلة إن شاء الله ما فيهاش مشكلة خالص. حد عنده أي سؤال في الجزء بتاع الكنترول لحد النهاردة؟ طيب خلاص نبدا بقى ان شاء الله محاضره النهارده. محاضره النهارده ان شاء الله مش هتكون طويله قوي. هو انا هتكلم على نوع معين من الكنترولرز مشهور جدا اسمه البي اي دي كنترولر. تمام، انا هدفي في المحاضره وانا بعمل المحاضره كان هدفي ان انا اروح اشرح لك البي اي دي كنترولر بشكل عامل ازاي.
هنفهم يعني ايه بي اي دي كنترولر ونتعامل معاه ازاي في المحاضره، يعني في الكورس بتاعنا. هو الموضوع بتاع المحاضره زي ما انا كاتب فوق كنترولر ديزاين، يعني الهدف كلمه ديزاين. طيب دايما ديزاين يعني ايه ديزاين؟ يعني عندي كنترولر بشكل معين بستراكشر معين، بس البارامترز بتاعته مش متحدده لسه. عايز احدد البارامترز بتاعت الكنترولر علشان احقق اهداف معينه. فايه الفرق بين النهارده واللي فات؟ اللي فات كنت بديك الحاجه كامله معمول لها ديزاين وبقول لك وريني الاوتبوت نتيجه الانبوت. المره دي هيبقى الهدف ان انا عندي كنترولر بشكل معين مش عارف الكونستانس بتاعته وبقول لك هات لي كونستانس عشان الاوتبوت يطلع بشكل معين. فاهمين ازاي؟ يعني المعطى هو اللي كنت بجيبه قبل كده. هنا المعطى هو الاوتبوت مواصفات معينه عليه. وعايز اجيب الكنترولر يتعامل ازاي؟ قبل كده كنت بديك الكنترولر شكله اهو وبقول لك احسب لي الاوتبوت يبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى فيرست اوردر، يبقى سكند اوردر، يبقى ايا كان. تمام؟ فده الهدف بتاع المحاضرة. كمان انا هقول لك الكنترولر اللي انا هتكلم عنه اللي هو قلت لكم اسمه البي اي دي كنترولر. البي اي دي كنترولر في صورته الجنرال برضه التعامل معاه ممكن يبقى صعب، يعني حتى لو هنحل مساله الديزاين بتاعت الجنرال ممكن تبقى الموضوع صعب شويه. فكمان المره دي هنبقى بنتكلم على تبسيط للبي اي دي كنترولر. تمام؟ هنتكلم على التبسيط ده اللي هو شكله عامل ازاي. تمام؟ البي اي دي كنترولر من الحاجات المهمه ان شاء الله لما تاخدوا كورس الكنترول لازم هيعدي عليكم البي اي دي ده. تمام؟ والبي اي دي ده من الحاجات اللي بتستخدم حتى في الدنيا، يعني مش حاجه رياضيه بحته. تمام؟ وفي الكتاب للناس اللي بتتابع ورانا في الكتاب هتلاقي في جزء في الكتاب بيتكلم على ازاي تعمل البي اي دي كنترولر كديجيتال كنترول، يعني ازاي تعمله على برنامج، ازاي تعمله على مايكرو كنترولر. لان هو في الاخر هتلاقي ان البي اي دي كنترولر هو عباره عن تفاضل وتكامل، فهو مفهوم رياضي لكن علشان تطبقه على الكمبيوتر محتاج تاخد تشوف ازاي تعمل الكلام ده ديسكريت، تكامل وتفاضل، الحاجات دي كلها حاجات كونتينيوس الكمبيوتر لا يتعامل معاها بشكل لطيف. فانت محتاج تفكر ازاي تعمل ده كديجيتال ديزاين. ففي جزء في الكتاب بيتكلم على ازاي تعمل البي اي دي كديجيتال ديزاين. فهو حاجه بتستخدم والناس بتحتاج ان هي تعملها على الكمبيوتر وتطبقها فعلا في السيستمز يعني. فهو حاجه مهمه كان لازم نتعرض لها، بس علشان الكورس بتاعنا محدود وهو محاضره واحده بنتكلم فيها فلازم هنبسط الموضوع شويه. طيب زي ما قلت لكم هو الهدف من فكره الديزاين ان انا عندي شروط معينه عايز احققها وبحاول اديزاين الكنترولر عشان يحقق الشروط دي. شروط او جولز اهداف. فاحنا هنا هنركز على حاجتين. هنركز على ان انا اعمل الديزاين بتاع الكنترولر عشان السيستم بتاعي يبقى ستيبل، او لو كان ستيبل اتاكد ان هو هيفضل ستيبل. والحاجه الثانيه ان انا اقلل حاجه اسمها الستيدي ستيت ايرور. تمام؟ فهم دول الهدفين، التو جولز، التو تارجتس اللي على اساسهم هحاول اشوف الديزاين بتاع الكنترولر يبقى عامل ازاي. تمام؟ وفي حاجات تانية كتير طبعا، ومع تعقيد السيستمز ومع الاهداف المختلفة اللي انت بتبقى عايز تحققها بيطلع لك جولز مختلفة، فده بيأثر بشكل مختلف على انك ازاي تعمل ديزاين للكنترولر. تمام؟ يعني بالاضافة الى ان انا عايز في المحاضرة اعرفكم يعني ايه بي اي دي كنترولر، انا كمان عايز اعرفكم بفكرة الديزاين بشكل عام. يعني ايه اعمل ديزاين؟ دي من الحاجات اللي ممكن تقابلك في حاجات تانية غير الكنترول، ان انا عندي بارامترز معينة عايز اختارها. تمام؟ ونشوف ازاي نختارها. طيب ففي هنا احنا اتكلمنا قبل كده يعني ايه ستابيليتي، ده اتكلمنا عنه المحاضرة اللي فاتت. في حاجة جديدة هنا ذكرناها اللي هي اسمها الستيدي ستيت ايرور.
فدي عايزين ايه نتكلم عنها شوية علشان هنستخدمها دلوقتي. طيب ايه هو الستيدي ستيت ايرور؟ فاكرين احنا اتكلمنا على السيستم اللي هو الفيدباك سيستم ده، تمام؟ كنت بقول لك ان انا عندي ريفرنس سيجنال اللي هي اللي اسمها الار اس، وعندي الاوتبوت بتاع السيستم بتاعي اللي هو اسمه اكس اوف اس، و عندي خليني معلش انا حامل دي بشكل حاملها في صوره كنترولر وسيستم. فعندي كنترولر متوصل على بلانت، باخد الاوتبوت بتاع البلانت برجعه فيدباك للانبوت بتاع الكنترولر، بقارن الاوتبوت ده بالريفرنس سيجنال، والمفروض ان هما لو كانوا شبه بعض فبعمل هنا عمليه طرح في البلوكه دي في النود دي، بعمل عمليه طرح ما بين الاوتبوت والريفرنس. لو شبه بعض الطرح ده هيديني صفر، فيبقى الكنترولر داخل له صفر، يعني بيقول له الكنترولر ما تعملش حاجه، تمام؟ لو في فرق ما بين الاثنين يبقى ساعتها الاوتبوت ما بقاش بالظبط زي الانبوت اللي كان داخل، ما بقاش زي الريفرنس سيجنال بالظبط، فساعتها بيكون في ايرور سيجنال المفروض ان هي بتحرك الكنترولر بتاعي. ده الهدف العام من فكره الكنترول، من فكره الفيدباك. فالسيجنال اللي هي السيجنال اللي طالعه من عمليه الطرح دي السيجنال اللي طالعه من عمليه الطرح دي بنسميها الايرور سيجنال. هي من اسمها يعني هي باين هدفها ايه. لما تبقى بقيمه يبقى في ايرور، الاوتبوت مش زي الريفرنس. طيب هل اي كنترول سيستم بفيدباك بقدر اخلي الايرور فيه بصفر بالظبط؟ الاجابه لا. مش دايما بعرف اعمل ديزاين للكنترولر بحيث ان الاوتبوت يكون شبه الريفرنس بالظبط. احيانا بلاقي ان انا الفرق ما بين الاوتبوت والريفرنس مش بصفر، وهو ده اخري ما اقدرش اعمل اكتر من كده، ويفضل السيستم في حاله ستيبل، خلاص السيستم شغال مفيش اي تغيرات بتحصل، بس الاوتبوت مش شبه الانبوت، في فرق ما بينهم، فده بنسميه ان في ايرور، تمام؟ فالناس بتهتم بدراسه الايرور سيجنال الاي اوف اس دي، الناس بتهتم بدراستها عشان تعرف هي هتروح لصفر ولا لا، تمام؟ دي احد المعايير اللي بتهمنا، وهو ده اللي مقصود بيه المقصود اللي انا اقصده وانا بقول بتكلم على الايرور اللي فوق ده، تمام؟ طيب ففهمنا اقصد ايه بكلمه ايرور، هو الفرق ما بين الار والاكس. طيب يعني ايه ستيدي ستيت؟ ستيدي ستيت احنا فاكرين في السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، في السكند اوردر سيستم، قلنا ان في انواع، في اوفر شو، في اوفر دامبت، في اندر دامبت. الاندر دامبت بيعمل اوسيليشنز وحاجات زي كده. ف الريسبونسز دي اللي هي مثلا السكند اوردر الاندر دامبت ده اوضح واحد، اللي هو بيطلع يقعد يوسيليت كده لحد لما يثبت. الفتره اللي السيجنال فيها بتقعد توسيليت ده بنسميه الترانزينت، دي حاجه مؤقته بتحصل وبتروح لحد لما يثبت على القيمه النهائيه اللي هي المفروض تكون مثلا شبه الانبوت اللي انا مدخله. فالفتره النهائيه دي بنسميها الستيدي ستيت. والستيدي ستيت المفروض له التعريف الرياضي بتاعه هو القيمه اللي السيجنال بتوصل لها عند تي بانفينيتي، تمام؟ ده التعريف الرياضي. وفي تعريفات براكتيكال الناس بتستخدمها لان انفينيتي دي مش حاجه عمليه، فالتعريفات البراكتيكال بتبقى السيجنال لما توصل ل 90% من التارجت بتاعها، يبقى ساعتها بنقول ان هي وصلت للستيدي ستيت. وممكن يكون في تعريفات تانية لمعنى كلمة ستيدي ستيت، لكن التعريف الرياضي هو لما تي تروح لإنفينيتي في ما لا نهاية.
تمام. فالمقصود هنا بالستيدي ستيت ايرور هو بالظبط التعريف الرياضي اللي هو لما تي تروح لما لا نهايه الاي سيجنال دي هيبقى شكلها عامل ازاي. افتكر ان الاي هنا انا كاتب اي اوف اس، الاي اوف اس ده هي الايرور سيجنال في اللابلاس دومين، لو عملت انفرس هتبقى الاي اوف تي اللي هي الايرور سيجنال في التايم دومين. فاحنا بنقول في التايم دومين لما تي تروح لانفينيتي الاي اوف تي هتبقى شكلها عامل ازاي، هو ده الستيدي ستيت ايرور. تمام، فانا عايز اشوف الستيدي ستيت ايرور ده شكله عامل ازاي. احد الحاجات اللي انا هستخدمها وهديزاين الكنترولر بتاعي علشان يحقق لي ستيدي ستيت ايرور بشكل معين. طيب السيستم ده عباره عن بلانت وكنترولر معمول لهم فيدباك. فالاوفرول سيستم اللي هو من اللي هو الانبوت بتاعه ار اوف اس والاوتبوت بتاعه اكس اوف اس، السيستم ده هنعرف له ترانسفير فانكشن اسمها بي اوف اس. اتكلمنا احنا على الترانسفير فانكشن بتاعت الكنترول سيستم، اتكلمنا عنها قبل كده وحسبناها تطلع بكام بدلاله التي والجي. فلو ترجع للمحاضرات اللي فاتت هتلاقي ان هي تمام. دي الترانسفير فانكشن ما بين الار والاكس، يعني الاكس اوف اس هتبقى عباره عن ار اوف اس مضروبه في الرقم اللي انا جبته ده. طيب تعال نبص على الايرور سيجنال بقى. الايرور سيجنال من النود بتاعت السميشن دي تطلع بتساوي ايه؟ تمام. طيب اكس اوف اس ممكن اكتبها بدلاله البي، ممكن اكتب الاكس اوف اس بدلاله البي هتبقى عباره عن ايه؟ او اكشلي لا مظبوط، بدلاله البي هتبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن بي اوف اس في ار، والبي هعوض عنها بقيمتها هنا. حد عنده مشكله حد هنا؟ طيب دي معادله ما بين الاي والار، جمع الارات لوحدها هيبقى عندك ايه؟ واحد ناقص البي ده الترم اللي هو تي في جي على واحد زي تي في جي. فلو حسبت الحسبه دي يطلع ده بيساوي مين ده؟ ده الايرور. طيب من هنا يبان لك على طول ان الاي اوف اس مش شرط انها تطلع بصفر دايما. ليه؟ عشان تطلع الاي اوف اس بصفر لازم يا اما الار بصفر، بس انا الار يعني الار ده الريفرنس سيجنال بتاعي، ده الحاجه اللي انا عايز اوصل لها، فالار مش المفروض تكون بصفر، يبقى لازم الحاجه اللي جنب الار تكون بصفر. وواضح بالمنظر ده ان هي عشان تكون بصفر لازم يكون المقام بانفينيتي، مقام بانفينيتي يعني لازم التي في الجي تكون بانفينيتي. فمن المعادله دي انت عرفت خلاص ان الاي في الحقيقه يعني ان الاي عمرها ما هتكون بصفر، في شروط يعني ايديال قوي علشان تقدر توصل ان الايرور يكون بصفر. تمام، فاحنا هدفنا بس ان الايرور يقل، يبقى انا الفيدباك سيستم بتاعي للاسف عمره ما هيخلي لي الاكس شبه الار بالظبط، لا هحتاج ان انا اقرب على قد ما اقدر من الار، بس لازم هيكون في ايرور. تمام، عايزين نشوف بقى الايرور ده ازاي احسبه، الستيدي ستيت ايرور ازاي احسبه، وازاي
بعد كده ازاي اعمل ديزاين عشان يقل. طيب تعالوا نتكلم اكتر على موضوع الستيدي ستيت ايرور. تخيل معايا ان انت عندك سيستم سكند اوردر اندر دامبت ودخل عليه يونت ستيب، دخل عليه البولس دي. فاحنا قلنا ان السيستم ده بيبقى له ريسبونس معين كده، حفظناه بقى خلاص، شفناه كتير قوي عرفناه. انت مثلا بتدخل للسيستم ده، بتدخل له ريفرنس سيجنال عباره عن يونت ستيب، فبتلاقي ان السيستم بتاعك الريسبونس بتاعه عشان هو سكند اوردر اندر دامبت بتلاقيه عامل كده. تمام. فزي ما قلنا الريسبونس بتاع السيستمز بنقسمه حتتين، في جزء بنسميه الترانزينت اللي هو التغيرات اللي بتحصل في البدايه، حاجات بتتغير كده كتير وبعدين بتلاقيها بتموت، كل التغيرات دي بتموت وبيفضل لك بس الحاجه الستيدي ستيت في الاخر. تمام. فالستيدي ستيت ايرور اللي هو ايه؟ اللي هو احنا قلنا الفرق ما بين الريفرنس والاوتبوت. يعني الستيدي ستيت من على الرسمه دي كده الستيدي ستيت ايرور هتلاقيه هو المسافه ما بين الاوتبوت الريفرنس وقيمه الاوتبوت لما تستقر. تمام. طيب انا من فوق من هنا جبت الاي اوف اس، مفروض يعني لو عملت لها انفرس لابلاس ترانسفورم هيبقى عندي مين؟ الاي اوف تي. الاي اوف تي هي الفرق ما بين الاوتبوت والانبوت، يعني هي الفرق ما بين الكيرف الاحمر والخط الاسود عند اي لحظه في الزمن، لان انا عندي اي اوف تي، عندي اي كذا فانكشن اوف تي، فعند اي لحظه تي عندك الفرق ده. قلت لك اللي يهمني الستيدي ستيت ايرور، صح؟ يعني اللي يهمني الاي اوف تي بس ما يحصل ايه لما اخد ليميت للاي اوف تي عند ما لا نهايه. تمام. فانا هدفي ان انا رياضيا اشوف الستيدي ستيت ايرور ده شكله عامل ازاي، احسبه ازاي. هنرمز له ب اي اس اس ايرور ستيدي ستيت. وقلت لك من فوق ان التعريف هو ليميت لما التايم يروح لانفينيتي لقيمه الاي اوف تي اللي انا حاسبها. طيب عشان احسب دي ممكن اعمل زي ما انا اتكلمت فوق بالظبط كده، عندي الاي اوف اس اعمل لها انفرس لابلاس ترانسفورم فاجيبها في التايم، اخد الليميت عند ما لا نهايه واجيب القيمه اللي انا عايزها. ممكن اعمل كده. في طريقه تانية اسهل، ان انا اقول ايه؟ ان انا احسب ليميت، اخد ليميت في الاس دومين، بس ليميت لما الاس تروح لصفر، ويبقى الليمت بتاع ايه؟ بتاع اس مضروبه في الاي اوف اس اللي انا جبتها. تمام. الشيء اللي انا حسبته ده دي نظريه مش هتكلم عن اثباتها، انا مجرد عايز استخدمها بس، اسمها الفاينايت فاليو
ثيريوم، تمام؟ مش مهتم باثبات النظريه، انا عايز استخدم بس نتيجه النظريه، ان الليمت اللي عند ما لا نهايه اللي انا عايز احسبه ده ممكن احسبه في الاس دومين لو خدت اي اوف اس ضربتها في اس وخدت الليمت عند اس عند صفر، مش ما لا نهايه بقى عند صفر، تمام؟ فده هيسهل عليا لان انا مش محتاج اعمل انفرس بلس، وكمان التعامل مع التعامل بالليمتس اس بتروح لصفر بيبقى ابسط شويه من الاس بتروح لانفينيتي، تمام؟ لكن بس محتاج انبه لحاجه هنا علشان النظريه دي شروطها عشان اعرف استخدمها، ما ينفعش استخدمها للانستيبل سيستمز. لو السيستم انستيبل النظريه دي ما تنفعش، ما ينفعش احسبها كده. وكده كده اصلا الانستيبل سيستمز لو كان السيستم لينير فالليمت اللي انا بحسبه ده دايما هيكون بيروح لانفينيتي، ده من تعريف الانستابيليتي اصلا، تمام؟ فانا ما يهمنيش الستيبل الانستيبل سيستمز، ما تهمنيش في الستيدي ستيت ايرور، تمام؟ لكن انا يهمني وانا بديزاين الكنترولر ان السيستم ما يبقاش انستيبل. يعني احد الشروط اللي اتكلمنا عنها فوق ان انا هبقى عايز احقق استابيليتي، وما دام حققت الاستابيليتي ممكن احسب الايرور بقى دلوقتي. هنشوف النقطه بتاعت علاقه الاستابيليتي بالايرور بالستيدي ستيت ايرور دي هتظهر لي ازاي وانا بحل المساله. هقول لكم عليها يعني. المهم تبقى انتوا بس فاهمين هنعمل ايه دلوقتي. طيب يبقى انا باخد الاي اوف اس اضربها في اس اخد ليميت اس بصفر اجيب الايرور اللي انا عايزه. فلو تعوض بقى بالاكسبريشن بتاع اي اوف اس اللي جبته من فوق عندك هنا اس 1 زائد تي اوف اس جي اوف اس تمام؟ طيب في نقطة مهمة جدا في الستيدي ستيت ايرور هتبان لك من التعريف. الستيدي ستيت ايرور بيتحسب عند انبوت معين، عند ريفرنس سيجنال معين. يعني لو انا غيرت الانبوت بتاع السيستم الستيدي ستيت ايرور بتاع السيستم ممكن يختلف، تمام؟ فدي نقطه مهمه تمام. الستيدي ستيت ايرور بيعتمد على الانبوت، لو غيرت الانبوت الستيدي ستيت ايرور هيتغير. ده مختلف عن لما كنا بنتكلم عن الاستابيليتي. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الاستابيليتي كنت بقول لك ان الاستابيليتي دي صفه للسيستم، السيستم يا اما ستيبل يا اما مش ستيبل. لكن السيستم ممكن يكون ستيبل الستيدي ستيت ايرور بتاعه صغير عند انبوت معين وكبير عند انبوت تاني، تمام؟ فدايما لما نتكلم على الستيدي ستيت ايرور يبقى بنتكلم عن الايرور عند انبوت معين، لكن لما اطلب منك حاجه عن الاستابيليتي بتاعت السيستم ملهاش دعوه بالانبوت. استابيليتي صفه للسيستم بتتجاب من الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم، بتبص على البولز وتشوف البولز مكانها فين، الانبوت ما دخلش في الموضوع خالص، تمام؟ حد عنده سؤال لحد هنا؟ طيب تعالوا نجرب نحسب الستيدي ستيت ايرور عند لسيستمز معينه وانبوتس معينه.
طيب طيب لو كان السيستم بتاعي السيستم بالكنترولر الاثنين على بعض فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، عايز اجيب الستيدي ستيت ايرور لو الانبوت كان يونت امبلس ولو الانبوت كان يونت ستيب. طيب احسبها ازاي دي؟ طبق في القانون بتاع الاي اس اس. الـ ESS بيساوي limit تمام E of S ممكن نطبق هنا على طول، ممكن نطبق هنا على طول، فحتى بدل E of S كمان اهو هعوض هنا على طول في القانون ده. تمام لو انا السيستم ده فيرست اوردر يبقى التي اس جي اس اللي هي فيرست اوردر دي يبقى شكلها عامل ازاي؟ فيرست اوردر الترانسفير فانكشن بتاعت الفيرست اوردر سيستم اي حاجه فيرست اوردر وسكند اوردر ايه الفرق بينهم؟ ده في التايم في الاس دومين واحد على اس زائد رقم. ذاكروا يا جماعه. في الفيرست اوردر واحد على اس زائد رقم، والسكند اوردر ايه؟ واحد على اس سكوير زائد حاجه في اس زائد حاجه. والاس سكوير اللي تحت اللي ممكن افكها تبقى شكلها عامل ازاي؟ تبقى ماشي؟ هيبقى قوسين مضروبين في بعض، البولز يا اما ريل يا اما كومبلكس كونجكت. تمام؟ ده الف ب يا جماعه. حلو تمام. طب انا دلوقتي بقى عايز احسب الستيدي ستيت ايرور لما الانبوت يبقى يونت امبلس. طب لو الانبوت يونت امبلس يبقى هيأثر معايا ايه في القانون ده؟ واحد على اس مكان، يعني ايه اللي هتبقى واحد على اس؟ الار؟ كده يعني؟ دي اليونت ستيب. تمام. الانبوت يونت امبلس، الانبوت اللي هو مين في المعادلة؟ الار. يونت امبلس يعني تبقى شكلها عامل ازاي؟ 1. تمام؟ خد ليميت بقى لما الاس تروح بصفر، عندك كل حاجة دلوقتي بقت لا معلش
تمام، كل حاجة بقت بدلت اس خلاص. خد بقى ليميت لما اس تروح بصفر يبقى عندك ايه؟ لو يبقى ده يروح بيبقى صفر على طول. لو حطيت اس بصفر ده بقى بصفر، ده بقى بصفر، فالمقام بقى حاجة مش صفر، بقى رقم، صفر على رقم يبقى بصفر. طيب نفس الكلام بس لو الانبوت كان يونت ستيب، فكل اللي عملته هنا ده هيتعمل هو هو تاني، بس ايه الاختلاف؟ تحط واحد على اس هنا، الحته اللي كان فيها ار تبقى واحد على اس. لما احط الاس هتروح مع الاس، اعمل ليميت، فيبقى اتعوض بقى، يبقى واحد على واحد زائد تمام. فمعنى كده ايه؟ ان لما دخلت يونت ستيب على فيرست اوردر سيستم الاوتبوت طلع فيه ايرور ما بيروحش، في الستيدي ستيت في ايرور ما بيروحش، قيمته كام؟ ايه على ايه زائد واحد. الاي اللي هي مين؟ البول بتاع السيستم. الاي هو البول بتاع السيستم، يعني السيستم بتاعي مواصفات السيستم هي اللي طلعت لي الايرور ده. لو انا عايز الايرور ده يصغر اعمل ايه في الاي؟ اعمل ايه؟ اصغر الاي. لو انا عايز السيستم ده الايرور فيه يصغر يبقى الاي كنت محتاج ان انا اصغره، فكاني محتاج العب في السيستم، العب في البارامتر بتاعت السيستم. طب انا لما اصغر الاي، الاي ده اللي هو البول بتاع السيستم، دي واحده معلش انا حاجه بس الاي لو نيجاتيف معلش النقطه دي، لا خلي بالك من حاجه، خلي بالك من حاجه، لو عايز الايرور يبقى صغير تمام، يعني لو عايز الايرور يبقى بصفر احط الاي بكام؟ بصفر تمام. طيب لو الاي برقم كبير قوي مليون هيبقى الستيدي ستيت ايرور ماله؟ قرب الواحد صح؟ لو الاي رقم صغير قوي سالب مليون سالب مليون على سالب مليون زائد واحد برضو واحد، برضو واحد مظبوط؟ لا ده سالب مليون، سالب مليون زائد واحد يبقى سالب 999,999، فمليون على 999,999 تلاقيهم بواحد. فلا هو الواحد بيهمل لما يبقى رقم الماجنيتيود مش الاشاره، الماجنيتيود صغير من الواحد تمام. فلو البول بتاعي كان سالب قوي او موجب قوي في الحالتين هيكون في عندي ايرور. امتى الايرور بيروح؟ لما الاي تكون بكام؟ صفر. بس الاي لما تبقى بصفر السيستم ده الاستابيليتي بتاعته فيها مشكله، ان هو ساعتها بيعتبر السيستم اللي اسمه المارجنال ستيبل. فانت في عندك تريد اوف ما بين انك تخلي السيستم ستيبل عشان تصغر الاي تخليها في النيجاتيف، بس انت كل ما توديها في النيجاتيف كل ما يطلع لك ستيدي ستيت ايرور اكبر، ففي عندك حاجه بقى في النص محتاج توصل لها. دايما مشاكل الانجينيرنج كلها بتتمحور في الموضوع ده، ان انت في عندك حاجات عايز تحققها الحاجات دي كونفليكتنج مع بعض، لو ظبطت حاجه حاجه تانية تضرب. فده مثال لحاجه زي كده دلوقتي، ستابيليتي كويسه يبقى في ستيدي ستيت ايرور كبير والعكس صحيح. طيب لو السيستم كان سكند اوردر،
لو السيستم كان سكند اوردر نفس الكلام، عايز اشوف الستيدي ستيت ايرور نتيجه اليونت امبلس ونتيجه اليونت ستيب. ها عامل ايه؟ احط اشيل تي اس والجي اس احط مكانها السكند اوردر سيستم اللي هو مين؟ واحد على اس سكويرد زائد حاجه في اس زائد حاجه. انا بفضل اكتبها بالصوره بتاعت اس زائد اي في اس زائد بي او اس زائد بي 1 في اس زائد بي 2. يبقى سكند اوردر فهعوض هنا طيب انا هنا بتكلم في بوينت 1 اللي هي كانت يونت يونت امبلس انبوت كان يونت امبلس يبقى اشيل الار واحط مكانها مكانها واحد كده ممكن اعوض احط الاس بصفر واشوف هيطلع بكام يطلع بصفر. طيب نفس الكلام بس لو كان الانبوت بتاعي يونت ستيب ده الاختلاف الوحيد انك هتلاقي بدل الانبوت ما هو 1 الانبوت هتلاقيه 1 على اس ده يروح مع ده وتاخد الليمت فيطلع الليمت بيساوي ايه؟ تمام؟ حد عنده مشكلة حد هنا؟ طيب نبدا بقى في خلاص احنا كده لحد دلوقتي عرفنا ايه المعايير اللي على اساسها هبقى اعمل ديزاين للكنترول ستابيليتي خدناها قبل كده والستيدي ستيت ايرور عرفناها النهارده بيتحسب ازاي اللي هبقى بعمله بقى دلوقتي ان انا هتكلم على نوع معين من الكنترولر اللي هو اسمه البي اي دي كنترولر ونشوف ازاي اديزاين الكنترولر بحيث ان انا اضمن ستيدي ستيت ايرور كويسه وستابيليتي كويسه. طيب ايه البي اي دي كنترولر؟ البي اي دي اختصار ل بروبورشنال انتجرال ديريفاتيف كنترولر PID proportional يعني ايه؟ يعني الانبوت اللي داخل بيطلع اوتبوت proportional للانبوت يعني الانبوت اللي داخل R او الانبوت بتاع الكنترولر بيكون الاي صح في حاله الفيدباك الانبوت بتاع الكنترولر بيكون الاي فعندي الاي داخل على الكنترولر يطلع اي مضروب في كونستنت ده جزء proportional. الانتجرال معناها تكامل معناها ان الانبوت اللي داخل اي يطلع لي تكامل الاي والديريفاتيف الاي داخل كانبوت بيطلع لي تفاضل الاي يعني البي اي دي كنترولر بياخد الانبوت الايرور وبيطلع لي الاوتبوت بتاع الكنترولر عباره عن الاي وتفاضل الاي وتكامل الاي يعني الكنترولر بتاعي اللي هو الانبوت بتاعه اي الاوتبوت بتاعه واي y of t بيكون عبارة عن e of t زائد تكامل ال e of t
زائد تفاضل الاي اوف تي. تمام؟ كل ترم من دول بيتضرب في كونستانت. ده هسميه كونستانت البروبوشنال، كونستانت البي. ده كونستانت الانتجريشن، وده كونستانت الديفرنشيشن الدي. الكنترولر ده دي الصيغه الجنرال بتاعته اللي هي فيها الثلاث ترمات. ممكن البارامترز بتاعتي الكي بي والكي اي والكي دي، دي حاجه انا اتحكم فيها. ممكن اخليهم مثلا كلهم بصفر ما عدا الكي بي، فساعتها يبقى الكنترولر عباره عن ايه؟ عباره عن امبليفاير بيدخل الاي يضربها في كونستانت ويطلعها. ممكن يكون الكنترولر عباره عن بروبوشنال وانتجريشن بس، ممكن بروبوشنال وديفرنشيشن بس. فانا بتحكم في الديزاين بتاع الكنترولر عن طريق انا بتحكم في الكونستانتس بتاعته. في حاجات اخليها بصفر، في حاجات اخليها كبيره. دي بقى هو ايه البارامترز اللي انا بتحكم فيها وانا بديزاين الكنترولر. فانا لما بقول عايز اعمل ديزاين للكنترولر، انا اقصد ان انا عايز احسن الكونستانتس. انا اقصد ان انا عايز احسب الكونستانتس دي. هو دي البارامترز اللي بتطلع لي من عمليه الديزاين، وبختارها على اساس ايه؟ على اساس الاهداف اللي احنا كنا جينا اللي اتكلمنا عنها في الاول، ستيدي ستيت ايرور وستابيليتي. تمام؟ عاده يا اما الكنترولر ده يا اما بتلاقيه بروبوشنال بس، يا اما بروبوشنال وحاجة، يعني بروبوشنال واي بروبوشنال ودي، يا اما التلاتة مع بعض. لكن عمرك ما بتلاقي انتجريشن لوحده ولا ديفرنشيشن لوحده ولا انتجريشن وديفرنشيشن من غير بروبوشنال. دايما البي موجود، بي بي اي بي دي بي اي دي. ايه ميزة كل واحد فيهم؟ البروبوشنال مفهوم، عندي ايرور فبطلع سيجنال قد الايرور علشان تظبط السيستم. دايما فكر في دماغك في الرسمه اللي مرسومه قدامك دي. الكنترولر اللي هو التي بيطلع سيجنال بتكون الانبوت للبلانت اللي هو الجي. فلو جاي لي ايرور وانا بتكلم على بروبوشنال كنترولر بس دلوقتي، داخل لي ايرور هيطلع سيجنال قد الايرور عشان تظبط السيستم ويشتغل. طيب ترم الديفرنشيشن ده بيعمل ايه؟ امتى الديفرنشيشن بيكون كبير؟ امتى الديفرنشيشن بتاع سيجنال يكون رقم كبير؟ لما يكون في ايه معلش؟ الراسي ده اللي هو الماكسيمم، صح؟ ده بيديك انفينيتي. بشكل عام يعني بلاش نقول انفينيتي، بلاش نقول تفاضل بانفينيتي، التفاضل بيكون كبير لما يبقى ايه؟ لما يبقى التغير كبير في الاي. تمام؟ يبقى الديفرنشيشن، ترم الديفرنشيشن بيعمل ايه؟ بيخلي الكنترولر يطلع سيجنال كبيره لما الايرور بيكون فيه تغيرات سريعه. يبقى كان الكنترولر بيحاول يتفاعل مع التغيرات السريعه، يموتها بسرعه. ممكن نفكر فيها بالطريقه دي. طب التكامل، ترم التكامل بيحسب الايرور على مدى الزمن. تمام؟ يعني انا مثلا ممكن يكون عندي ايرور بقاله فتره موجود وبعدين بقى بصفر، فترم الانتجريشن بتاع الكنترولر مش هيطلع بصفر على طول. الايرور في اللحظه دي بقى بصفر، بس نتيجه ترم الانتجريشن، الانتجريشن قاعد بيجمع الايرورز القديمه، فكانه بيفتكر الميموري. فالانتجريشن تاثيره عكس الديفرنشيشن. الانتجريشن بياخد في اعتباره ان لو الايرور في اللحظه دي بصفر، مش معناها ان السيستم بقى وصل للحاله المثاليه. لا، بص على الايرور زمان كان شكله عامل ازاي وطلع لي سيجنال بتكافئ الانتجريشن بتاع كل الايرورز القديمه. ف البي والاي والدي كل واحد فيهم بيعمل حاجه مختلفه. واحد بيطلع اوتبوت نتيجه الانبوت اللي داخل، واحد بيطلع اوتبوت لما يلاقي فيه تغيرات سريعه،
فساعتها يقول لا انا محتاج ان انا اعمل ريسبونس سريع. وواحد بيطلع سيجنال لما يلاقي الايرور بقالها كتيره، بقالها فتره كبيره مطلعه لي ايرور. تمام؟ فده كده ايه اللوجيك، اللوجيك وراء الترمات دي، ليه في، ليه الناس فكرت في البي اي دي كنترول. طيب في الاس دومين البي اي دي كنترولر شكله يبقى عامل ازاي؟ ده اول ترم. تاني ترم، ايوه في حد بيقول، في ناس بتقول صح. في حالة التفاضل يبقى ايه؟ تمام؟ فهو في الاخر البي اي دي كنترولر في الاس دومين برضه زي الديفرنشال ايكويشنز، برضه معادلة جبرية الجبرايك ايكويشن في اس. اس واحد على اس واس اس صفر. تمام؟ فبالتالي الترانسفير فانكشن بتاعة الكنترولر بتاعة البي اي دي كنترولر اللي هي عبارة عن الاوتبوت بتاع الكنترولر على الانبوت بتاع الكنترولر اللي هو يطلع بيساوي واحد على طبعا احيانا الناس مش بتحب الواحد على اس دي، فاضرب اس، فاضرب في اس فوق وتحت. تمام؟ حد عنده مشكلة لحد هنا؟ حلو. وزي ما قلت لكم ان انا في عندي فاريشنز مختلفة، في ممكن يبقى البي، البي اي، البي دي او البي اي دي، هم دول الحاجات اللي انت ممكن تشوفهم في السيستم. تمام؟ الكنترولرز دي ممكن تساعد على ان انت تظبط الاستابيليتي بتاعت السيستم، تقلل الستيدي ستيت ايرور، وحتى كمان ممكن تقلل من الترانزيانت تايم بتاع السيستم. يعني لو انت كان عندك مثلا فيرست اوردر، فيرست اوردر سيستم اللي هو بيطلع اكسبوننشال كده لحد ما يوصل للستيدي ستيت، ممكن تخلي الاكسبوننشال ده بيطلع بشكل اسرع في وجود الكنترول. هنشوف الكلام ده يتعمل ازاي. التعامل مع البي اي دي اللي هم الثلاثه مع بعض بيكون صعب شويه، فغالبا يعني في المسائل غالبا هبين لك بي او بي دي او بي اي، بس بي اي دي على بعض بيبقى الموضوع اصعب شويه. فغالبا يعني هناخد ثلاثه اكزامبلز دلوقتي كده ونخلص. الثلاثه اكزامبلز دول هيكونوا بي وبي اي وبي دي. تمام؟ وغالبا في الامتحان هيبقى كده برضه. طيب انا عايز اعمل ايه؟ اتفضل. علشان ليه؟ لان هو ده الكنترولر الافضل في السيستمز الديفرنشال ايكويشن سيستم. هو ده احسن كنترولر تتحكم بيه في سيستمز الايكويشنز بتاعتها ديفرنشال ايكويشن كهاردوير. يعني الكنترولر البروبوشنال كهاردوير عباره عن امبليفاير، محتاج ان انت تظبط الجيم بتاعه بس. الكنترولر البي اي هو عباره عن امبليفاير وانتجريتور. فلو بتعمل الكنترولر ده مثلا كدوائر سيركت، هيبقى انت عايز تعمل اوب امب مثلا، اثنين اوب امب، واحد انتجريتور، واحد في واحد امبليفاير. فسهل جدا يتعامل بدوائر. وكمان حتى لو بتعمله ديجيتال كنترول
برضه سهل انك تعمل انتجريشن وديفرنشيشن في الديجيتال، بس بتحتاج بقى ان انت تحول ديسكريت وتعمل سميشن او ديفرنس بدل انتجريشن وديفرنشيشن. فسهل قوي الامبلمنتيشن بتاع الحاجات دي سواء انالوج او ديجيتال. دي من اوائل الكنترولرز اللي الناس فكرت فيها لما عملت كنترولرز، علشان هي فعلا كانت دوائر اوب امب، فاللي هو مش محتاج اصلا يبقى عندك كمبيوتر عشان تعمل ده. حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخد فيرست اوردر سيستم احط له كنترولر عباره عن بي، واعمل ديزاين للكنترولر علشان احقق ستابيليتي، وعلشان اشوف الستيدي ستيت ايرور يبقى شكله عامل ازاي، ولو عايز اقلله ازاي. وكمان في حاله الفيرست اوردر سيستم عايز اشوف الترانزينت ريسبونس هل هيتاثر بالكنترولر ولا لا. هنشوف الثلاث حاجات دول مع بعض. شكرا يا احمد، شكرا. طيب الفيرست اوردر سيستم، افتكر بقى دايما الرسمه بتاعتنا تي وجي واصلين ببعض وبعدين في فيدباك ما بينهم. فيرست اوردر سيستم يبقى الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم عباره عن ايه؟ طيب بي كنترولر، بي كنترولر، بي بس، يبقى التي اوف اس بتاعته عباره عن ايه؟ كي بي في اي اس، يبقى الترانسفير فانكشن كي بي. تمام؟ حلو. يبقى الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم كله على بعضه دي المعادله بتاعت الفيدباك، نتعوض بالحاجات اللي احنا قلناها دي، يبقى عندك كي بي تمام. طبعا المعادله شكلها وحش، فتضرب في اس زائد اي فوق وتحت، تمام. حلو. طيب ده السيستم الاوفرول اللي هو من اول ار لحد الاوتبوت، شاملا جواه الكنترولر والجي والفيدباك وكل حاجه. عايز السيستم ده كده يبقى ستيبل. عايز السيستم ده يبقى ستيبل، محتاج اعمل ايه؟ البولز تبقى مالها؟ نيجاتيف. البولز بتاعت السيستم ده كام؟ ماينس اي ماينس كي بي. البولز بتاعت السيستم ده ماينس اي ماينس كي بي. عشان يبقى سيستم، عشان يبقى ستيبل، يبقى لازم دول يكونوا مالهم؟ اصغر من الصفر. يبقى معنى كده ايه؟ ان الكي بي مالها؟ ادي تاثير الاستابيليتي على الكنترولر. تاثير الاستابيليتي على الكنترولر ما قالتلكش ان الكي بي لازم يكون بخمسه، لا، هي اديتك كونديشن في صوره اكبر منه، وده اللي هنشوفه في كل المسائل بتاعت الديزاين. الديزاين عامه كده، الديزاين مش بيقول لك الحاجه تطلعها بكام، انت اللي محتاج تفكر تحطها بكام، بس بيديك جايد لاينز. هنا الجايد لاين كان ايه؟ لو عايز الاستابيليتي بتاعت السيستم الكي بي اختارها اكبر من ناقص ايه. تمام؟ طب الايرور، الايرور عايزين نشوف الستيدي ستيت ايرور.
عايزين الستيدي ستيت ايرور يبقى احنا عايزين اي اوف اس. طيب اي اوف اس عباره عن تمام، والتي والجي عرفناهم، فممكن نعمل كده نقول واحد على واحد زائد تمام. بالنسبه للستيدي ستيت ايرور قلنا انا ما ينفعش نتكلم على الايرور من غير لازم الايرور نقول لانهي انبوت، لان الستيدي ستيت ايرور معتمد على الانبوت. فمعنى كده ان انا لو عايز ادرس الستيدي ستيت انبوت الستيدي ستيت ايرور لازم اشوف الانبوت ايه. فهشوف الحالتين، هشوف لو انا عندي لو الانبوت كان يونت امبلس نشوف الايرور شكله عامل ازاي، ولو يونت ستيب نشوف الايرور شكله عامل ازاي. طيب لو الانبوت يونت امبلس يبقى الستيدي ستيت ايرور عباره عن ليميت الاس تروح لصفر لاس في اي اس اس في اي اس، يبقى عندك هنا اس واحد زائد ار الكلام مضروب في ار اس. ار اس في حاله اليونت امبلس بكام؟ واحد. طيب احسب الليمت ده يطلع كام؟ زيرو. كلام اخير اجابه نهائيه ماشي، كي بي كونستنت ماشي خلاص. الناس كلها بتقول صفر، طب خليني اكتب صفر ماشي. برافو، بالظبط بالظبط بالظبط. ركزوا في اللي انا في الكلام اللي الباشمهندس قالته. هل الليمت ده بصفر دايما؟ امتى ما يبقاش بصفر؟ لو الكي بي بسالب A، لو الكي بي بسالب A، لو ده بسالب A وتعوض عن ده بصفر يبقى سالب A على A بسالب واحد، سالب واحد زائد واحد في المقام بصفر، يبقى صفر على صفر كمية غير معينة indeterminate quantity. بس احنا قلنا بالظبط كده، مش مهندسة صحيح معايا، الكي بي مش بسالب A في الكونديشن اللي فوق ضمان ان ده ما يحصلش. فعشان كده التعامل مع التعامل مع مسائل الديزاين دي لازم تكون دقيق. خلي بالك انا مش هوقعك في التريكس دي في الامتحان، مش قصدي كده، لكن انت لازم تكون مصحصح انت بتعمل ايه بشكل عام. انت كمهندس لازم تكون واخد بالك انت بتعمل ايه، ما تاخدش الخطوات كده عمياني تمام. الكونديشن بتاع الاستابيليتي ظبط لك لوحده الليمت تحت ان هو طلعه لك بصفر. طيب لو انا كنت زودت هنا ايكوال، لو انا زودت هنا ايكوال، طب حاله الايكوال دي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي ايه في الاستابيليتي؟ هل هيبقى مش ستيبل؟ هو ده لك السؤال. لا لا سيبك من الستيدي ستيت، انا بتكلم في الاستابيليتي دلوقتي. لو الـ لو الكي بي بتساوي سالب A يبقى هنا حصل ايه؟ البول بقى صفر. البول الصفر بيخلي السيستم مارجنالي ستيبل. تمام؟ طب لو دخلنا السالب A هنا
انا كده ما دام دخلت السالب ايه في الكونديشن يبقى في الليمت بتاع الستيدي ستيت بقى في عندي حاجه. ركزوا معايا يا جماعه، ركزوا معايا. لو انا دخلت السالب ايه معايا فساعتها الليمت وانا بحسبه هيطلع مش بصفر، هيطلع انفينيتي على انفينيتي. حد فاكر التعامل مع الليمتس لما يطلع عندي انديترمينت كوانتيتي بعمل ايه؟ بفاضل فوق وتحت، صح؟ يبقى انا جيت اعمل ليمت اس على 1 ناقص اي على اس زائد اي، جيت اعمل الليمت طلع بصفر، طلع بكميه غير معينه، فاضل فوق وتحت. صح كده؟ ما حد ينبهني يا جماعة. طيب ماشي، بعمل ايه بقى؟ انا بحسب الليمت لما الكي بي تكون بتساوي سالب ايه، تمام؟ طيب فقلت لما الكي بتساوي سالب A جيت احسب الليمت طلع لي الترم ده. الترم ده لما تيجي تعوض على الاس بصفر يطلع انفينيتي، يطلع صفر على صفر. فقلت يبقى فاضل فوق وتحت، ففضلت فوق وتحت بقى عندي الترم ده. طيب عوض هنا بقى الاس بصفر يبقى عندك ايه؟ يطلع ده بيساوي ايه؟ تمام. يبقى انا دخلت يونت امبلس طلع لي ستيدي ستيت ايرور بايه، تمام. حد فاكر الديفينيشن بتاع المارجنال ستيبل لما اتكلمنا عنه زمان؟ كنت بقول لك ايه في الديفينيشن بتاع المارجنال ستيبل؟ كنت بقول لك لو الانبوت اللي داخل كان الانبوت يقول للصفر، يعني الانبوت بيخلص زي اليونت امبلس كده، المارجنال ستيبل سيستم هيعمل ايه؟ هيطلع لك اوتبوت مش بيروح للصفر ومش بيروح لانفينيتي، بيروح لحاجه في النص. هو ده بالظبط اللي قدامك اهو، الستيدي ستيت ايرور في المالا نهايه بيروح لاي مش بيروح لصفر. ده التعريف بتاع المارجنال ستيبل. فهو فعلا طلع لي لما لقيت ان الكنترولر وداني للحته المارجنال ستيبل، تمام. تفصيلة دقيقة مش هسألك فيها في الامتحان، بس أنا عايزك تبقى مصحصح معايا بس، تمام؟ لكن إحنا في الآخر علشان أحقق الاستابيليتي لقيت إن أنا ده ما كنتش موجود، تمام؟ أنا هسيب لكم الكلام ده في المحاضرة في النوتس، هسيب الليمتس والكلام ده. Thank you.
طيب انا هسيب الكلام ده تمام. طيب طيب لو يونت ستيب ايه اللي هيحصل؟ يبقى واحد على اس، الانبوت هيبقى واحد على اس، فالاس تروح مع الاس، وبعدين تيجي تعوض بقى بالليمت يطلع عندك تمام. طيب لو انا بعمل ديزاين، لو انا بعمل ديزاين يعني بختار الكي بي تمام، وعايز الاي اس اس تبقى صغيرة، هحتاج اعمل ايه في الكي بي؟ تبقى كبيرة. يبقى انا عرفت ايه دلوقتي يا جماعة؟ الصوت بعد اذنكم، مش نسيت الصوت بعد اذنكم. يبقى انا عرفت ايه دلوقتي؟ الكي بي من هنا عايزة تبقى اكبر من سالب ايه عشان اضمن استابيليتي، ومن هنا عرفت ان انا عايز اكبرها علشان الستيدي ستيت ايرور يقل. فكل دي حاجات بتقول لي اختار كي بي كبيره تمام. والحقيقه انا هنشوف برضه دلوقتي ترانزيانت ريسبونس، هتلاقي ان الكي بي لما بتكبر الترانزيانت ريسبونس بيبقى اسرع كمان. فكل حاجه بتقول لي اختار الكي بي كبيره. في حاجه ثانيه مش هنتكلم عنها في المنهج بتاعنا تخلي الكي بي ما ينفعش تكون كبيره قوي، وهي ان في حاجه اسمها النويز، حاجه اسمها الراندم سيجنال تخش على الانبوت. انت النويز دي بتحاول ان انت تقلل تاثيرها على قد ما تقدر، لكن في وجود كي بي كبيره بتلاقي ان انت لو حصل اي تغير عشوائي في الانبوت الكي بي الكبيره بتكبره قوي، فتلاقي السيستم ما بقاش ستيبل خالص. بس ده احنا مش هنشوفه معانا، لكن انا لازم اقوله لكم. لو احنا كان يهمنا بس الحاجات اللي انا بقولها دي، ما انا كنت اختار الكي بي خليها بانفينيتي، يعني كنت عملت كل حاجه جميله في الدنيا تمام. طيب اخر حاجه عايز اقولها هنا، الترانزيانت ريسبونس. الاوتبوت اس ماشي. الاوتبوت شكله عامل ازاي؟ اكس اوف اس شكله عامل ازاي؟ اكس اوف اس عباره عن ار اوف اس في بي اوف اس. في حاله اليونت ستيب الار اوف اس بتبقى واحد على اس، والبي اوف اس بتاعتي هي واحد على هي تمام. دي الحاجات اللي انا جبتها من فوق يعني. طيب ده الريسبونس بتاع الفيرست اوردر سيستم نتيجه اليونت ستيب. فكنا عملناه قبل كده وحسبناه شكله بيطلع عامل ازاي. بيطلع تمام. ده بيطلع شكله عامل ازاي؟ بيطلع شكله عامل كده اهو. هيروح هنا في الملا نهايه، هيروح لقيمه كام؟ الايرور اللي احنا طلعناه من فوق تمام. طيب
الكيرف ده بيطلع بسرعة معينة، السرعة دي بتتحدد من الرقم ده. طيب الرقم ده لو كبر الكيرف شكله هيبقى عامل ازاي؟ كل ما تكبر الاكسبوننشال كل ما تلاقيه بيطلع اسرع. يبقى ده كمان كل ما يكبر كل ما الترانزيانت ريسبونس يبقى ماله اسرع، يبقى فاستر ترانزيانت ريسبونس. الكي بي هتكبر، ايه اللي هيبقى في حته اعلى بالظبط؟ الكي بي لما تكبر، صح الكي بي لما تكبر المقام هيكبر، يبقى حته اقل، حته اصغر قصدك. اه مظبوط مظبوط مظبوط، صح 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 صحيح صحيح، يبقى صح. لما فعلا ما الكي بي تكبر هتلاقي ان هو بيطلع مظبوط صحيح. طيب حد عنده سؤال لحد هنا؟ كيف فضل لنا 5 دقايق ولا 5 دقايق يا محمد؟ طيب خلينا نعمل دي مسألة مهمة لازم أعملها إن شاء الله حتى لو ما كملتهاش. طيب المرة دي فيرست أوردر سيستم، فيرست أوردر سيستم والكنترولر بي أي كنترولر، تمام؟ بسرعة ركزوا معايا بقى علشان أنا محتاج أعمل الموضوع ده بسرعة قبل المحاضرة تخلص، فتركيز معايا بقى. بي أي كنترولر سيستم، أولاً فيرست أوردر سيستم يبقى الجي أوف إس بكام؟ 1 على S زائد A. كنترولر بي اي، بي اي يعني بروبوشنال وانتجريشن، يبقى تمام، يبقى التي في الجي عباره عن تمام، يبقى الاوفرول ترانسفير فانكشن بعد ما اعمل الفيدباك يبقى عباره عن واحد عباره عن تي جي على 1 زائد T في جي، تعوض بالكلام ده، هتعوض وتضرب في اس فوق وتحت علشان تخلي المعادلات شكلها كويس. المهم ان هو هيطلع في الاخر حد عنده مشكلة لحد هنا؟ طيب دي الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم، السيستم ده نوعه ايه؟ فيرست اوردر، سكند اوردر، سكند اوردر. انا بادئ بفيرست اوردر، فيرست اوردر سيستم ده كان البلانت، حطيت له كنترولر بي اي، الاوفرول بقى سكند اوردر، تمام؟ طيب سكند اوردر يبقى عندي 2 بولز، يا اما ريل يا اما كومبلكس كونجكت. فالبولز بتاعت السيستم ده
هسميهم بي 1 وبي 2 حسب القانون بتاع حل السكند اوردر ايكويشن. يبقى ماينس اي بلس كي بي تمام. طيب لو انا عايز السيستم ده اوفر دامبد، لو عايز السيستم ده اوفر دامبد، الاوفر دامبد معناها ان البولز بتاعته شكلها عامل ازاي؟ كلها ريل. علشان البولز دي تطلع كلها ريل ما فيهاش ايماجينري، لازم يحصل ايه؟ بالظبط، اللي تحت السكوير روت لازم يكون اكبر من الصفر. يبقى لازم ده يبقى اكبر من الصفر. طيب عشان ده يكون اكبر من الصفر يبقى لازم a زائد kp كل سكويرد يبقى اكبر من 4 kr. ادي اول كونديشن. اتفضل يا استاذ. طيب لو هو السيستم اوفر دامبد وعايزه يبقى ستيبل، بما ان هو اوفر دامبد يبقى البولز ريل. عشان يكونوا ستيبل البولز لازم تبقى ايه؟ نيجاتيف، تبقى اصغر من الصفر. يبقى عايز البي 1 وال 2 هما الاثنين يكونوا مالهم؟ اصغر من الصفر. طيب بي 1 وبي 2 اللي هما دول عايزهم اصغر من الصفر. اصغر من الصفر يبقى الاثنين دي تضربها توديها الناحيه الثانيه هتروح، يبقى الكونديشن بتاعك كده اهو صح. ممكن اخد الناقص a زائد kp ده اوديه الناحيه الثانيه، ويروح من هنا صح؟ وممكن اربع الطرفين فده هيروح وده يبقى ايه؟ سكويرد. الترم ده والترم ده موجودين في الناحيتين فيروحوا مع بعض، يبقى محتاج ايه؟ تمام؟ يبقى انت الكونديشن بتاع لو خليت السيستم بتاعك اوفر دامبد حققت الكونديشن ده، وعايز تخلي السيستم ستيبل يبقى محتاج بس تخلي ان الكي اي اكبر من الصفر، يعني تخلي فيه انتجريتور، بس تخلي الانتجريتور شغال مش اكتر من كده. طيب ستيدي ستيت ايرور نحتاج نجيب الاي اس. الاي اس عارفين بقى بنعوض في ايه؟ بنعوض في واحد على 1 زائد تي جي في ار. تمام. طيب لو اليونت امبلس، لو السيستم يونت امبلس، يبقى الاي اس اس عباره عن ليميت اس بتروح لصفر اس مضروب ف
في الكلام ده كله. اس مضروب في ده تمام. بما ان انا بقول ان انا على الانبوت بتاعي يونت امبلس، يبقى الار عباره عن ايه؟ 1. اعمل الليمت دي هتلاقي ان هي بتطلع بتساوي 0 برضو عند كونديشنز معينه، بس هتلاقي كلها متحققه نتيجه الحاجات اللي احنا اثبتناها فوق، الكونديشنز انا حطيناها فوق. تمام. طيب لو يونت ستيب يبقى ببساطه هيبقى اللي انت عملته فوق ده بالظبط كل اللي انا عملته هنا، لكن بدل ال1 دي هحط مكانها ايه؟ 1 على اس. واحد على اس، هتلاقي الاس دي طارت مع الاس دي، فبقى عندك لا مش بالظبط، ما هو الاس هتروح مع الاس. طيب دول راحوا مع بعض اهو، وعايز اعوض عن اس بصفر. ده بصفر، ده بصفر. انا اسف، انا متاسف. صح 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 صح، انا اسف. صح صح صح، معلش اتلخبطت. هعوض عن اس بصفر، فالترم ده هيطير لي الاي اس اس، وتلاقي ان في الاخر تطلع بصفر. فالبي اي، البي اي كنترولر بيخلي الستيدي ستيت ايرور بصفر. تمام. شكرا.